تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم جوله. جولتنا اليوم حتكون من داخل مطار بنين الدولي. اليوم كلمه احمد العبيدي، حنعيش مع بعضنا اجواء رائعه مع اول رحله للحجاج الى بيت الله الحرم. حلقتنا اليوم حتكون حلقه خاصه جدا، حنا مع بعضنا حنكون في تغطيه كامله لكل اجراءات الحجيج، بدايه من استقبالها في المدرسه الى ان باذن الله تعالى يكونوا في الطياره يتوكلوا على الله الى الاراضي المقدسه. كلمه احمد العبيدي وحمد شقص، برنامجكم جوله من داخل مطار بنين الدولي. شديد كرام، هذه أول نقطة وثاني نقطة تو حاليا في الموضوع العملي. حاليا الشباب تحية أول حاجة خاصة لكشف مشدات ليبيا، تحية لجمعية الهلال الأحمر بنغازي، تحية لبيوت الشباب. اليوم قاعدين في ترتيبات كاملة لاستقبال حجيجنا، يستقبلوا الحاج من هنا بعدين حيتوكلوا به إلى مقر الإجراءات بعدين من ثم إلى مطار. قائد حسن شخبارك؟ قيدنا شخبارك؟ صحة طيبة. شخبارك؟ بالصحة. وصير ربي يعطيكم الصحة. ودائما كشاف موجود في الموعد. تحكي لنا اليوم عن ترتيبات اليوم قائد ناصر حسن لاستقبال حجيجنا بإذن الله تعالى. طبعا نحن شغلنا مقسم، معنا منظمة الشباب بيوت الشباب والهلال الأحمر. مقسم نحن طبعا نستقبلوا الحجاج، ناخذ من المشناطي وبعدين نسلموهم جماعة المناولة، يدوا لهم الاستيكر بتاع الاجراءات ويحطوا فيهم في الخيمه، النساء بروحهم والرجال بروحهم، يقدموا لهم في الوجبات، يقدموا لهم في المشاريب، كان في حاجه خدمات كامله يعني ان شاء الله. اليوم متطوعين في خدمات الحجيج هم كشاف مشدات ليبيا وجمعيه الهلال الاحمر بيت الشباب. ايوه متجمعين كلنا. كم كنتوا هنا انتوا اليوم؟ بالضبط يعني الساعه 4 كنا. ما شاء الله. ربي يعطيكم الصحه، هذا شيء مش غريب على حركتنا وعلى فزعتنا بنغازي. انت اول قاده يا حميد. يعطيك الصحه، موافق ان شاء الله. تمام، بعض المشاهدين الكرام حنخشوا الى داخل مكان فيه حجيجنا، تعالوا نبدا معكم اجراءاتنا الكامله في حلقتنا اليوم، خليكم معنا. شهدي الكرام، أكيد في جولتنا اليوم نصوص الدور كبير جدا لمدينة أمن مطار بنين الدولي ورجال أمن كذلك لهم دور كبير. فندي جلال الهودي، وشكرا لك، ربي يعطيك الصحة وموفق ودائما في المواد. شكرا أستاذ محمد، وشكرا للحدث اللي تواجدها لنقل الحدث، وهذا ما تعهدنا عليها قناة الحدث. اليوم عقدنا العزم وتوكلنا وبإذن الله بدينا في تسيير أول رحلة حجاج بيت الله قاصدين البقاع، والحمد لله تم تجهيز أكثر من لجنة أمنية وخدمية وتسييرية لتوفير راحة الحجاج وتقديم جميع الخدمات، سواء من شبيبة الهلال الأحمر خلال قناة كمقدم الشكر وكشاف ومفوضية بنغازي، وكذلك شباب بيوت الشباب وباقي مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية اللي واقفة بجد لمنع أي اختراق أمني لا سمح الله، ووصول حجاج بيت الله لمناسكهم وأداها بالشكل المضبوط. ووفق الله الجميع إن شاء الله. بالنسبة للترتيبات الأمنية أكيد من ساعات الصباح الأولى، كيف كانت الترتيبات الأمنية لتأمين حجاج بيت الله؟ تم إعداد خطة أمنية وتم مشاركة جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في مطار بنينة، وكذلك تعاون مديرية أمن بنغازي، نقدم لها الشكر على التعاون. وتم تجهيز المدرسة كما تشوف أنت،
بعدد من الكاميرات لضبط حركة الدخول والخروج وتكليف عناصر من مديرية أمن بنغازي بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية لمنع أي اختراق أمني يعني. والحمد لله لأن تو الأمور كويسة وإن شاء الله ربي يفضل يوفقنا يعني. بعضها رح نخش معاك طبعا أكيد حنزوروا داخل المقر وشوفوا إجراءات بالترتيب بإذن الله تعالى. بعضها سيدنا الكرام حنخش برفقة الفندق جلال هويدي وحنشوف الأجواء كيف ماشية بالترتيب معايا. طبعا عشان الكلام اكيد شكرنا خاص لشكل البيئه للمناوله اللي هم دور كبير جدا في نجاح اي عمل داخل مطار بناء الدولي. حاج خليفه وش يقول لك؟ ربي يعطيكم الصحه والموفقين ودائما في موعد موجودين ان شاء الله عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيف ما انت شايف كلها في الموعد، العاملين بشركه المناوله، برضو لا ننسى اعضاء الكشافه، اعضاء الهلال الاحمر، اعضاء بيوت الشباب، الجهات الامنيه. الحقيقه نحن ننتظر في الحدث نتاع ترحيل موسم الحج هذا بفارغ الصبر، ونحن طبعا ما نشم عقب من جهد وخاصه الشركه الليبيه للمناوله مستعده استعداد كامل من معداتها من موظفيها من عمالها، وهذا ما عندنا جميل. هذا اقل واجب نحن نقدموه للوطن البنغازي بالدرجه الاولى. وكذلك برضه في السنه في حوالي 19 رحله، مش رحله ولا اثنين، يختلف على 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 المواسم الماضيه. رحلات شبه يوميه ولا يوم بعد يوم؟ يوميا ثلاث رحلات عندنا رحلتين للشهداء بفضل الله سبحانه وتعالى، والفضل يرجع لسياده المشير اللي خصص حوالي 12 رحله للشهداء لاسر الشهداء. فبواقع حوالي ثلاث رحلات في اليوم، ناخذ في ثلاث رحلات اليوم من الصبح لعند حوالي الساعه 11 12 في الليل. ما عندنا جميل، وهذا اقل شيء نحن نقدمه للشهداء الواجب شهداء الوطن، ونحن في الموعد ومستعدين لاي خدمه رغم تاخير المرتبات ورغم كل شيء، لكن مع هذا كله نحن مستعدين نخدمه بكل منونيه. بارك الله فيك، تحيه كذا من جديد الكم كل شكت سوق المناوله، وربي ما يغيبك يا رب. سلمك بارك الله فيك. واضح حنزول اكيد داخل اجواء المكان اللي جمع فيه الحجاج، نحكي بقى حلقتنا اليوم وحيكون عندنا لقاء كذا مع الحجاج، خليك معي. طبعا احنا حاليا باش نوضح مشاهدي الكرام بدينا بمبادئ الاجراءات الاولى هي استلام الشناطي من الحجاج، استقبال الحجاج استقبالهم، وكان الشباب بيوت شباب وقاده كشاف والهلال الاحمر لهم دور كبير، وتم استضافه الاخوه الحجاج في صالات مخصصه لهم لتناول وجبه، وبرضو جهزنا المنطقه هذه تعتبر معقمه باش يدخل من خلالها الحاج من خلال هالقوس يعني اجراءات التفتيش القانوني، اجراءات امنيه اللي هي انا الاجراءات اللي خاصه بالحقائب وبالحجاج. طبعا مفوتك انا داير غرفه خاصه انا جهزتها ست كاميرات، غرفه التحكم ست كاميرات مؤقته شأنها هنا توا باش تحكموا في الشارع وفي الدخول يعني هذينا باش نبينوا حتى المشاهد ان النظام الامني متكامل بفضل الله عز وجل، ان هذا موضوع سريع منظومه امنيه كامله درناها على اساس نمنع اي اختراق امني لا سمح الله قد يحدث، وربي يوفقنا وان شاء الله ربي يسهل لهم هم ويوصلوا البقاع ويدعوا لنا بس ويدعوا للوطن ان الامور تعفى. فهذه طبعا هذه المنظومه الامنيه، هذه منظومه اكترونيه حطيناها مؤقت نحن تمام نستعينوا بها ونرجعوا لها باش نثبتوا البعيد اي موقف لا سمح الله، وان شاء الله ربك يسترنا ويستر الجميع. اللهم امين اللهم امين. تمام بعد هنا تو الاجراءات هي الرسميه. طبعا هنا حتدخل الحقائب هنا. ايوه شاطر. طبعا هذا الحقائب موجودين الاخوه جماعه الجمارك والامن الداخلي باش ينوا الاجراءات عن طريق حقائب التفتيش. السلام عليكم. وين جماعه الجمارك؟
فندي سالم، اول شيء اقول لك ربي يعطيك الصحه وموفقين وان شاء الله كل عام انتم بخير. لو تحكينا بدايه اليوم كيف تجهيزات كان في اول رحلات الحج باذن الله تعالى. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشرع اليوم في تسفير اول رحله للحجيج من مطار بنين الدولي، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسه السيد مدير امن المنفى المطار بنين، وبعد عده اجتماعات بثقت عن اللجنه العليا لجنه امنيه ولجنه فنيه ولجنه خدميه لتسهيل اجراءات الحجاج، بحيث ان يمتهن اجراءات الحجيج داخل نقطه التجمع اللي هي مدرسه الاستئناف الكيلاني، ومن ثم الانتقال الى مطار والسفر الى بيت الله باش نطمن بس المشاهدين والناس ان الخطه الامنيه المتابعه لتامين حركه سفر الحجيج اليوم. نعم، نقطة التجمع مؤمنة بالكامل وبالحراسة التامة على مدى 24 ساعة من بداية من يوم أمس إلى عودة الحجيج إن شاء الله بعد شهر تكون مؤمنة بالكامل. طبعا الشركة الناقلة كانت حاملة شعار الدولة هي شركة الخطوط الجوية الليبية. نعم، شركة الليبية. اليوم فزعة كبيرة جدا في رحلة الحجاج الأولى، وتحية لعرب الكفرة، الناس الطيبة اليوم جايين ومنورين. جد الله، شخبارك يا جد الله؟ الله يسلمك. قول لي يا جماعة، أنت هنا الهدراز أنت؟ طبعا الحمد لله، بارك الله فيك. طبعا جماعة، نحن لابد يكون كلامنا واجد، ليش؟ لأنه بيش نقدر نحرك الشباب وننشطوهم، فهمت؟ طبعا فريق كفرة أول شيء جاي من كفرة مخصوص اليوم. طبعا نحن أنا أسست فريق بيوت الشباب في سنة 2017، هذا الفريق متخصص في تقديم الخدمات لحجاج ليبيا. شغل كامل مختص بالحجاج، فريق متخصص بالحجاج اثناء المغادره للاراضي المقدسه، فهمت؟ واثناء العوده للتوديع والاستقبال. حلو. طبعا نشكر العميد جلال هويدي لتقديم الدعم لنا والمساعده والوقوف معنا وتسهيل كامل اجراءات الفريق على اساس يقدر يقدم خدمات الحجاج. فريق خدمه حجاج ليبيا يستقبل الحجاج من باب الدخول مكان التجمع، استلام حقائبهم، مساعدة كبار السن في رفع الأمتعة متاعهم، استلام أمتعتهم، التأكيد على وضع الاستكارات على الحقائب الحجاج، رفع حقائب الحجاج إلى التفتيش، جهاز التفتيش، ثم وضعها في سيارات الشحن للطائرة، توصيل الحجاج إلى داخل الصرادق، وتقديم الخدمات لهم داخل الصرادق، مياه، الشاهي، وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، الوجبة اللي تكون وقت المغادرة من خاشة من المكان عند ما يتوكل على الله بيسقط للطيارة، من الحاج إلى داخل مكان التجمع إلى أن وصلوا عند الطائرة. جميل. أكيد شكرا كرام، شكرنا كبير جدا لكل من مد يد العون اليوم لحجاجنا الكرام، وشكرنا أكيد الخاص لهيئة العامة للأوقاف بديل بنغازي، موفقين وبارك الله فيك، ماشك محاصر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. لو تحكينا اليوم كيف طبيعة عملكم وكيف طبيعة اليوم الأجواء العامة بصفة عامة كأول رحلة من رحلة الحج بإذن الله تعالى؟ الحمد لله الأمور طيبة بصفة عامة، الأخوة بارك الله فيهم جميع الأجهزة متعاونة معنا من ناحية سواء مؤسسة لبيانة أو الهلال الأحمر أو الكشافة أو بيوت الشباب، وكذلك الأمن بصفة عامة كمديرية أمن وكذا. الحمد لله الأمور يعني متسهلة وطيبة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله، السلام عليكم. شحالك حويش؟ حال صح؟ طيب حالك؟ شو اخبارك؟ تعرف عليك؟ الله يبارك فيك. شو اخبارك؟ تعرف عليك حويش؟ محمد علي الشوماني. شباب شو محمد منين؟ زي محمد من المرج. مرحبتين بك العرب المرج. احكي لي كيف شفتوا اليوم اجواء استقبالك في السلام عليكم. والله شنو نقول لك؟ الله يا حجاج، تمام التمام والحمد لله، وان شاء الله يبلغنا الله المقصود ويبارك لنا فيكم. يا الله يا كريم، ان شاء الله طولنا في اعمارك، ما تنساش بلادنا من دعائك. والله الدعاء اللي في دينا هالوقت واللي نقولوا فيه اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم امين. يا الله يا كريم، ووفق هالبلاد للخير. امين. والحمد لله، وفضل من عند الله سبحانه وتعالى ونعمه هو وجودكم انتم معنا وظنانا واولادنا وكلهم في خدمتنا، وبارك الله فيهم. بارك الله فيكم. الله
وجديات ومن قلبي يعني. ربي يطول عمرك ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. حوايجك انت اليوم تقولها اليوم كلمه شاد فينا اليوم في اول هالذكرى ان شاء الله. ها؟ كيف شفت الاجواء اليوم؟ لا الحمد لله حمدا كثيرا وبارك الله فيكم واستقبل جيد. الحمد لله حمدا كثيرا ونشكر اذاعه الحدث ديما في كل المواقف. هذيبه الله يجزيك بالسلامه ان شاء الله بحجتك مبروره باذن الله تعالى. صباح خويا شحالك امي شخبارك شحال طيب شخبارك خويا شخباركم شخبار صحتك الحمد لله وشي صحتك تمشي تجيب السلامه ان شاء الله يا ربي حجتك مبروره الحمد لله يا ربي انصر ليبيا يا الله يا ربي يا كريم يا ربي وحفتر والجيش يا الله يا كريم يا رب. احكي لي كيف شفت اليوم استقبالك في بنغازي كيف شفت الاجواء اليوم انتم البيضاء ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله الله اكبر ايه بالدعاء غادي ننسي بلادنا والجيش بالدعاء لا والله ما ننسيه والله ما ننسيه والله من الحمد لله رب العالمين الحمد لله. شاطر السلامه حجه مبروك باذن الله تعالى في رعايه الله ورسوله. سلام حميد مع السلامه يا امي في رعايه الله ورسوله في رعايه الله. شوف احمد اول شيء نقول لك رحله موفقه ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله يا رب. لو تحكينا اليوم كيف استعداداتكم لاول رحله رحلات الحج ان شاء الله هي تعتبر اول رحله وان شاء الله نحن نكونوا فيها موافقين مع الحجاج وان شاء الله تكون منظمه الامور منظمه وهي باديه من البدايه ان هي منظمه بشكل صحيح من ناحيه اجراءات كونها جمركيه ولا جوازات ولا غيرها ولا خدمات الارضيه كلهم يخدموا مضبوط و يعني الرحله هذه حتكون ان شاء الله رحلة في البداية حتكون رحلة فتحة خير أول رحلة اللي سبقها رحلات ثانية إن شاء الله من بنغازي من طرفينا والأمور إن شاء الله تكون منظمة بإذن الله ونحن إن شاء الله نكون حسن الظن يعني الجميع إن شاء الله تمشي تجيب السلام إن شاء الله شكرا بالنسبة موعد الرحلة ما بين 3 إلى 5 ساعة؟ نعم توقيت الرحلة 3 ساعات 3 ساعات إلا 5 حسب الطائرات اللي في الجياس وهذه ديستنيشن جدة هي مشيدة لها إن شاء الله مو حستغرق 3 ساعات من غادي جدة إن شاء الله. بالنسبة لنا اليوم كأول رحلة في الموسم هذا الحمد لله رب العالمين ونحمد الله أن دائما شركتنا هي حامل شعار الدولة هي شركة ناقلة لرحلة الحج فكيف شفت استعدادات الشركة لهالرحلات المباركة؟ والله نقول لك الحق الحمد لله يعني استعدادات من الصباح كان يتصلوا بي الوقود بتاع الأوزان وكنا على تواصل وإن شاء الله نحن الموعد بتاعنا 10:45 وإن شاء الله نطلع في وقتها الرحلة بإذن الله يعني. هذه اول نقولوا بدايه طيبه وهنا 6 رحلات ان شاء الله ربي يتمن على خير وحج مبرور وذنب غفور والناس كلها تحت من الصبح صدق مش من الصبح لهم اسبوع
اليوم حاسين حتى في تصويرنا زي العرس اليوم، كلها فرحانه، كلها تقدم فيها يد العون، وكلها اليوم ساعدت في بعض. الحمد لله كان العمليات في تواصل كامل بين طرابلس وبنغازي وتنسيق رحله وانطلع. بدات رحله اليوم من طرابلس الى جده، اذا بعدين وصلت بنغازي، غد اليوم حتطلع طرابلس بنغازي جده، جده طرابلس، وهكذا مثلث. كل مره اللي عندك كملوا الرحلات ان شاء الله. نوع الطائره هذه اللي هي اللي ناقله، هذه النوعيه ايرباص 330 200 طياره ما شاء الله، تاخذ 260 راكب، 24 بزنس ودرجه اولى، وثانيه طبعا 235 بعيده المدى، ممكن حتى 18 ساعة ما تدورش الأرض، لها سعة تخزينية في الوقود عالية تشيل إلى 109 طن الطيارة هذه، يعني ممكن تمشي تصين طرابلس عادي ولا بنغازي، لا مش مشكلة. الطيارة لا هو إلا بالله مربحة، ما فيهاش أي تكلفة. هن أربعة طبعا، تو ثلاثة في خدمة، وحدة هن تو نخدموا بها إن شاء الله على ليبيا كلها، تشيلوا فيها الحجاج والعمرة الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله رحله موفقه، ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله، وربي ما يغيبك ان شاء الله. ربي يبارك الجميع، وحج مبرور ذم مغفور، وبارك الله فيه على كل من ساهم في انجاز هذه الرحلات. بارك الله فيك، يعطيك الصحه، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، موفق، ربي يعطيك الصحه. ادبك من مجموعه جدا، هم عادي حيكملوا المسيره باذن الله. اكيد اكمل معهم، عين الله تعاكم كابتن، ان شاء الله تمشوا طيبين، ربي يفاتكم ان شاء الله. تسلم اخي. شهدنا الكرام، من داخل كابينه الكابتن اليوم معاكم في حلقتنا، ما قبل الختام خليكم كابتن احمد العبيدي شويه من لغطاتنا من داخل الطياره، ثم حيكون ختامنا من امام الطائره. خليكم معنا في حلقتكم من برنامجكم جوله. شفتي اليوم اجواء الرحله وكيف شفتي السعادات؟ ما شاء الله، الله اكبر، يعني ما شاء الله عليكم، الله اكبر يعني، وان شاء الله نردوا بلادنا في امن وامان، متوحدين على كلمه واحده، ان شاء الله وبيت الله ان شاء الله. ان شاء الله ما تنساوش من دعاء غادي ان ربي ينصر هالبلاد وينصر جيشنا. اللهم امين، ان شاء الله ربي ينصر بلادنا وينصر وطننا، وان شاء الله نتم وبلادنا في امن وامان. وفي ايوه الله يجزاك اليوم هالكلمه شايفينها. لا ما شاء الله استعدادات جيده واستقبال كويس وما شاء الله يعني. مشاهدينا الكرام، بكم وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله من داخل مطار بنين الدولي. اليوم بكابتن احمد العبيدي عشنا مع بعضنا اجواء اروع ما يكون مع اول رحلات شركه خطوط جويه ليبيه حامله شعار الدوله الى الاراضي المقدسه. اجواءنا اليوم كانت رائعه جدا، فيها رساله جميله. اليوم شفنا فريق الخدمات المتعاون مع مطار بنين الدولي من كشاف مشكله ليبيا، هلال الاحمر، بيوت الشباب، ومن ناس كثيره خيره قدمت يد العون باش يكون الحاشي افضل راحه اليوم وهو ماشي الى بيت الله المقدس. شفنا اليوم اجواء المطار، شفنا اليوم الامن والامان، شفنا اليوم التوزيع الامني متكامل بدايه من باب المطار الى باب الطياره. اجواءنا اليوم رائعه، ورسالتنا اليوم نطلب باذن الله تعالى من جميع حجاجنا الكرام، هم وعدونا بهالشيء، ان يكون دعوتهم الكامله والخالصه لحمايه وطننا ونصر جيشنا، وان يكون بلادنا في افضل ما يكون. في الختام معنا ما نقول الله يحفظ الله بلادنا، يحفظ الله وطننا، ورحله موفقه لجميع حجاجنا الكرام، ان شاء الله ربي ذنب مغفور وحاج مبرور باذن الله تعالى. احمد العبيدي، محمد شاكر، ستيبي الحادث، برنامج جوله، حيوكم في الختام، اكملنا غير السلام، السلام عليكم.